وذهبوا إلى الإلحاد، فكيف أنت تذهب إليهم؟ هؤلاء الملاحدة يقولون، ماذا يقول الملاحدة؟ الملاحدة عندما يفسرون الكون لا يستطيعون تفسير الكون أبداً ولو حاولوا. ريتشارد دوكنز أشهر ملحد في العالم، ماذا يقول عندما يفسر الكون؟ يقول الكون، تفسير الكون ثلاث فرضيات، فرضية وليست نظرية، يعني لا ترقى إلى نظرية فضلاً عن من أن تكون حقيقة. يقول كيف يفسر الكون؟ يقول الكون فيه ثلاث فرضيات، الأولى الله، يقول هذه نستبعدها، هذه حقيقة عقيدة لكن هو يقول فرضية، يقول نستبعدها. والثانية الأكوان المتعددة، يعني هناك أكوان متعددة ملايين، واحد في عشرة أس خمسمية، يعني واحد يعني واحد في عشرة أس خمسمية، يعني خمسمية مليار كون موجود، واحد من هذه الأكوان سمح له أن ينشأ بهذه الطريقة مصادفة، يعني مصادفة، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذه فرضية حتى الملاحدة أنفسهم العلماء الكبار منهم يعني يدحضها بنفسه، هي فرضية ما عليها دليل ولا عليها برهان. طيب والثالث؟ الثالث يقول لك ما يسميه بالفيزياء الجري. ما هي نظرية الفيزياء الجري؟ يقول نحن الآن لا نملك الدليل، ومتى ما يتطور العلم ونمسك الدليل ويكون عندنا دليل، في ذلك الوقت نستطيع أن نفسر الكون. طيب الفرضية الأولى الأكوان المتعددة فشلت، الفيزياء الجري فشلت، ما بقي لك إلا الله، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن الشاب هنا، هذا ريتشارد دوكنز مؤلف كتاب وهم الإله، وهو بهذه الحيرة. ثم سبحان الله تعالى، هؤلاء عندما يصيبهم المأزق يتركون كل شيء ويرجعون إلى خالقهم الحق وهو الله. هذا ريتشارد دوكنز مرة جالس يشاهد منظر مقزز وقال ماذا؟ قال أوه جاد، يا إلهي، أنت تنكر وجود الله؟ الله تعالى موجود في الفطرة، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، خلاص ما حد بقي، ظل من تدعون إلا إياه، بس بقي الله سبحانه وتعالى وحده، وهذه فطرة موجودة في قلب كل أحد من الناس. فإذا نسأل الله تعالى أن يهدي هؤلاء الشباب وأن يعودوا إلى دين الله عز وجل الحق. نعم هناك تناقضات كثيرة، لكن ارجع إلى كتاب الله عز وجل الحق وستجد فيه، وهو القرآن الكريم، وستجد فيه الشفاء.